السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس عربي للعقار في مدينة الناظور. كما العادة باقيين معكم في نفس البروجي اللي كاين في عارض. اليوم شقة جديدة مع مساحة جديدة، والفيديو راه غادي يكون فيه الشرح بالعربية وبالريفية، شرح مفصل. بغيتي تعرف المعلومات كاملة على البروجي سواء كنتي كتهضر العربية أو الريفية، فغنعطيوك المعلومات إن شاء الله اللي كتحتاجها باللغة اللي كتفهمها إن شاء الله. الشقة ديال اليوم في البروميير ايطاج، الطبق الأول، كاين لاسانسور في الإقامة، إقامة فيها السفلي وثلاثة د ليطاج الفوق. على حسب البلوك، كاين اللي فيه خمسة ديال الشقق في الإيطاج، كاين اللي فيه ستة. الشقة اللي صورنا لكم اليوم فيها 85 متر كاري، جوج البيوت، صالون كبير كما كتشوفوا فيه هنا، جاي في الوسط صالون مفتوح، جوج الحمامات وكوزينة. الشقة دايز فيها لانستالاسيون ديال لاكليم في الصالون وفي واحد البيت، كاين البلاصة تما لانستالاسيون دايز، تجيب لاكليم ديالك وتحلقها وصافي. بالنسبة للمطبخ، المطبخ دايز فيه لانستالاسيون ديال كلشي، ولكن كيتباع خاوي، ما كيدارولوش البلاكارات ديالو. واحد البيت كيدي بالكون وما كاينش فيها الباتيو، يعني ما كاينش تراجم على لاكور، كل شيء اللي عندك غادي يكون مشمش ومهوي وكيطلع على لافاساد، سواء البيوت بجوج، واحد عنده الشرجم وواحد عنده البالكون، سواء الكوزينه اللي حتى هي عندها الشرجم على برا، سواء الصالون اللي حتى هو عنده الشرجم على برا. وعندك واحد لافونتاج اخر هو انه شومبر بارونتال، البيت ديال النعاس فيه صال دو بان ديالو لداخل، الحمام ديالو لداخل سيباري، وكاين عاد الحمام اللي جاي في الوسط ديال الشقه. فينيسيون اخر ما كاين، فينيسيون ممتازه، شراجم ديال الالومنيوم، لي ريدو الكتريك الومنيوم ستروغا الكحل، الحمامات عصريه كما كتشوفوا، مستوى الاضاءه ممتاز بحكم انه عندها الشقه شراجم على برا كاملين، فما يحتاجش كاع تشعل الضوء في النهار في الشقه. كاين فيها لانستالاسيون ديال الكابل ديال التلفازه دايز في الشقه كامله، كما قلنا كاينه في البروميير وكاينه في الدوزيام، كاينه حتى في التروازيام ايطاج. المساحه ديالها كما قلنا 85 متر كاري. الناس اللي باغيين يشريو شي شقه في حي عريض في المدينه ديال الناظور، كما قلنا راه الاقامه كاين فيها لاسانسور، هذا هو نوريه لكم دابا. الدروج اللي بغى يطلع في الدروج، دروج عراضين، وغادي يكون فيها حتى واحد البارك فيه الالعاب ديال الدراري الصغار برا ديال الإقامة، قريبة على جميع المرافق اللي كيحتاجهم بنادم، ترونسبور، المسجد، المدرسة، كلشي قريب عليها. إذا ما مشينا النهار نيويوم د العرض الشقق، دي بروجي ني بعدا يغان غادي عارض، غنكون غنتصورهم دي سيجن بارتما، سيجن المساحة مختلفة. بارتما يا النهار ثاني تاتي تقيم دي بروميير ايطاج، دوزيام، تروازيام، دايس 85 متر، إقامة دايس لاسانسور، يعني ماني ما تصغيض وغنكبو المشكل الدروج. بارتما ذي اثنين بيوت، اثنين دوتشات، صالون، الكوزينة، وغا كبر باتيو، كلشي من غاك دي بارتما يساجا خفات شاضا، كلشي غا سركازي خفات شاضا، اثنين بيوت يجني تاوي بالكون خفات شاضا، يجني تاوي ركازي خفات شاضا، كوزينة تاوي ركازي خفات شاضا، صالون يتاوي رنتا ركازي خفات شاضا، وين تاتي تجد صالون، صالون ضم قران، فينيسيون ضو الضايضة ديبارتمون، تيجي فينيسيون الصباح، فينيسيون عصرية، لا بالنسبة لدوتشات، لا بالنسبة لوصا، بالنسبة إيركوازا ألومنيوم، عريضاوات إلكتريك، انستالاسيون كليما يعدو دايس دوك صالون، كيجن بيت النعاس، يعني تاكب الكليما وهو يحد يجيبوها، تسنقو ترحيض عاد خمي غاتزدغ دنيغ، كابلين تلفازة كذلك يعدو انستالاسيون نص ديال بيوت ثنايين دوك صالون. الإقامة قادي سيري يجيو مشان دايس الألعاب يحنجاني مزيان غا بارا. وزكيجو مشان يودسي كلشي، وزتي عارض، مامش تسلم ذي النضا، مشان يودس ذيني المدارس، ذيني المحلات التجارية، ذيني الطوبيس يتكوض، ذيني راح ار العمارة، يكجي يمكن خيضان شان 2 مينوت، بتي تاكسي يتكوض ذين، يعني من ما تخسد يودسي جديني، مرة تخسد تسغد شان الشقة عصرية، ثمن مناسب، تقترح خاك بروجية وانيتاتي. شكاك الاختيار، غانا الشقق ماني ما ذي حي المطر، ذي سروان، ذي عارض، كل حاجة الثمن. ثاني تاتي نهار يوم دنيوي 85 متر، قنتعري يوم المساحة دي العنوان، وني خصنا دي السقسة خشني شتن اذا غديني المساحة نص بالضبط، قد زار دي العنوان مثلا تعجباش ثني 85 متر، ثني 62، ثني 108، كشان غا المتراج نص اشنوش
المعلومات الناس مع العلم قنتي شون كلشي اذا انت تي فيديو ان شاء الله بحول الله. نتمنى تفنسك وضع المعلومات مره ما مش تنتخسم كنيو تينا قضيس انت بالكون اثنين بيوت اثنين دوتشات كوزينه دو صالون يجن دوتشات تاوي يجن البيت تاوي دوتشا غدا اخر يجن دوتشات تصدغ برا ين الدروج غاز دي ميريون غلا عماره لا سانسور قوم دوني تاتي كني وعاودي وداني غير جاشان العقار نسن خصنا الزنزن ني خصنا سكنشان التقييم باش هاد السن شحال زي بويدا الزنزن وخصان شادايس ويعني نشد الثمن خص السوق عاود سني عكس ربيع اكين اتصل ندير النمر 0644017000 نهار الاثنين ارنهار زي 9 الصباح ار 25 الثمن نبارت مايا ثاني تاتي النهار 55,250,000 الثمن ديال هاد الشقه هادي ديال هاد النهار 55,250,000 فرنك. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الدائمه وعلى التعليقات ديالكم منين ما كنتو كتابعونا سواء داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. شكرا موصول لكم فين ما كنتو ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد مع عرض جديد. وكما العاده كنقول لكم السلام عليكم.